السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الأول من منهج الصف الثالث الثانوي من كتاب علم الأرض. حسب الكتاب، الفصل الأول اللي هو صفحة 14 بيتكلم عن المعادن المينيرالز. المعادن إيش هي؟ هي عبارة عن مواد صلبة، لا هي سائلة ولا غازية، لها تركيب كيميائي وشكل بلوري ثابت. المعادن دي تتصنف على حسب شكلها الفيزيائي، على حسب مواصفاتها الفيزيائية وتركيبها الكيميائي. في صفحة 16 هنا نتكلم عن الخصائص العامة للمعادن، إنه المعادن هي تشكل الصخور على سطح الأرض. المعادن عرفوها الحضارة الإنسانية من القدم، شكلت الحضارة الإنسانية ما قبل التاريخ، وقام الإنسان باستخلاص الفلزات من الحديد وإلى آخره، واستخدامه في صناعة الأدوات. مقدمة عامة عن المعادن. أهم شيء نعرفه أن المعادن مواد طبيعية، ما هي صناعية. ممكن نصنعها، ولكن المعادن في الطبيعة هي معادن، مواد طبيعية صلبة، مش غازية ولا سائلة، غير عضوية، ما فيها أي تركيب عضوي من كائنات حية أو بقايا كائنات حية وأشياء من ذلك. لها مكونات كيميائية معينة، لها تركيب بلوري محدد. طيب، نجي لصفحة 17. المعادن لها تركيب أو شكل بلوري محدد، يعني الذرات حقت المعادن لها تركيب هندسي منتظم، وكل تركيب هندسي في كل معدن يختلف عن التركيب الهندسي في المعدن الآخر. المعدن أو الشكل الهندسي ده ينمو على شكل معين، ولكن نادراً ما ينمو بشكل كامل. الأكثر شيوعاً باللورات تكون ما هي مكتملة الشكل الهندسي. ليش؟ لأن تكون في مكان ضيق، محصورة أو مكان مغلق، ما تقدر إنها يعني تاخد راحتها في البناء الداخلي. طيب، فيكون شكلها الخارجي ما هو كامل الأوجه بنسبة كبيرة. ما هي البلورات؟ كريستال. البلورة، تعرف البلورة هي جسم صلب تترتب فيه الذرات بنمط متكرر. تعريف البلورة مهم، هو جسم صلب تترتب فيه الذرات بنمط متكرر. يعني لو دخلنا أخذنا أي معدن وجينا نشوفه من الداخل، حنلاقيه مجموعة من البلورات، كل بلورة مشابهة للبلورة الأخرى، لها شكل متشابه. طيب، إذا جبنا السكر والملح، أي فيهم معدن وأي فيهم مو معدن؟ الملح يعد معدن. ليش؟ لأنه بلورات من إيش؟ من صخر الملح. طيب، هل السكر معدن؟ لا، السكر اللي استخرج من النباتات بالذات ما هو إيش؟ معدن، لأنه له أساس إيش؟ عضوي. هل الفحم معدن؟ الفحم الحجري ما هو معدن. ليش؟ لأنه له أساس عضوي، وإحنا قلنا من شروطه إنه يكون من مصدر طبيعي غير عضوي. إذا المعادن مواد صلبة لها تركيب محدد. كيميائيا المعادن نوعين، إما تكون مكونة من واحد عنصر مثل معدن الكوارتز، معلش، مثل معدن النحاس والفضة والكبريت، وإما من خليط من أكثر من معادن، زي مثلا عندنا الكوارتز عبارة عن ذرتين أكسجين مع ذرة سيليكون، ومثل باقي المعادن. فإذا يا إما يكون مكون من عنصر واحد، يا إما يكون مكون من مجموعة من العناصر.
التغيرات الكيميائية في المعادن ممكن تختلف المكونات الكيميائية للمعادن بسبب الظروف اللي تحصل للبلورات. صفحة 18 هنا بيتكلم أيضا عن الفلسبار البايزوكليزي، مكون معدن الأبدات الغني بالصوديوم، في درجات يتكون في درجات حرارة منخفضة، إلى معدن الأنورثايت الغني بالكالسيوم يتكون في درجات حرارة مرتفعة. يعني درجة الحرارة هنا عامل مؤثر في الفلسبار البلايجوكليزي، وكان عامل مؤثر في تغيير التركيب الكيميائي. عندما يتبلور معدن في درجات حرارة متوسطة يدخل كل من الصوديوم والبوتاسيوم في البناء البلوري منتجين طبقات متبادلة تسمح للضوء بالانكسار والتشتت. ينتج عن هذا التغيير الطفيف في مكونات المعدن الكيميائية تغير في مظهره الخارجي. إذن المعدن ممكن يتغير المظهر الخارجي حقه تبعا ليش أو بسبب إيش؟ بسبب اختلاف أو تغير في الظروف أدت إلى تغير في المتكونات الكيميائية. هذا باختصار اللي بتكلم عنه، اللي هو الـ variation in composition، التغيرات في المحتوى الكيميائي. الصخور تتكون من معادن. نعم، الصخور هي عبارة عن مجموعة من المعادن تشكل 30 معدن، هي أكثر المعادن شيوعا في القشرة الأرضية. من 8 إلى 10 من هذه المعادن تشكل معظم صخور القشرة الأرضية، من 8 إلى 10 معادن. هذه المعادن تتكون من 8 عناصر رئيسية، اللي هي إيش؟ حسب الجدول الدوري هنا عندنا: الأكسجين، السيليكون، الألمنيوم، الحديد، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم. طيب، في معادن تجي من الصهارة. من الصهارة، الصهارة هي الماغما اللي بتكون في باطن الأرض وبعد كده تطلع من البراكين على الأرض، نسميها إيش؟ بعد كده صهارة. المادة المنصهرة في شيء منها يكون تحت الأرض وفي شيء منها اللي يطلع ويصير لافا ويطلع على سطح الأرض. إذا الصهارة بردت داخل الأعماق ما طلعت الأرض، يعني ما تماست مع ما لامست لا الماء ولا الهواء، تكون بلورات كبيرة الحجم. زي إيش؟ زي الجرانيت، صخرة الجرانيت، هذه بلورات وإيش؟ كبيرة الحجم. لكن لو طلعت الماغما وسط سطح الأرض ولامست الماء أو الهواء، البرودة حقتها تصير سريعة وتسوي بلورات صغيرة، مو زي البلورات الكبيرة اللي كانت في باطن الأرض. طيب، المعادن المتبلورة من المحاليل، هذه المعادن تتبلور بسبب عمليات الإذابة وعمليات البخر والتبخر، وهذه العمليات تؤدي إلى ترسب المعادن المذابة في المحلول وتكون لي هذه السوائل المتبخرة، صخور تسمى صخور المتبخرات. ومن أمثلتها الملح الصخري اللي يجي بسبب عملية التبخر، يتكون بها صبخات ملحية. عندنا صبخة القصب في المملكة العربية السعودية واحدة من الصبخات الملحية. فالأملاح دي تدوب في المياه، مياه المحيطات، تكون محلول ملحي. لكن لما يصبح المحلول الملحي دايب فيه أملاح كتير، فأصبح الملح أكثر من الماء، يوصل إلى درجة التشبع، يصير فوق مشبع. في هذاك الوقت تتهيأ الظروف لتكوين المعادن الملحية. عندنا في الصورة شكل للمتبخرات اللي تكونت بسبب تبخر الماء المالح اللي متجمع في الصبخة. طيب، كيف نعرف المعادن؟ كيف نفرق منها؟ في أنواع من المعادن لها خواص مختلفة عن باقي المعادن، وفي خواص تتشابه في المعادن. علشان نفرق بين المعادن
لازم نعملها اختبارات. تعتمد الاختبارات هذه على الخواص الفيزيائية للمعدن، زي إيش؟ اختبار الشكل البلوري، البريق، القساوة، الانفصام، المكسر والمخدش، اللون، النسيج، الكثافة النوعية. طيب، الشكل البلوري، طبعا كل معدن زي ما تكلمنا له أشكال بلورية مميزة. الهالايت مثلا بلوراته تكون مكعبة كاملة الأوجه. بلورات الكوارتز عبارة عن شكل له نهايتين مدببتين، أمامكم هنا بلورة سداسية الأوجه، تمام؟ ولكن من الصعب إن إحنا نلاقيه في الشكل الكامل، قلنا لأنه نادرا ما يكون البلورات حقت المعادن تاخذ فرصتها انها تكون الشكل الكامل. فاذا البناء البلوري ممكن يعرفنا على الصخور، ولكن في حالات نادره وبسيطه، مو دائما البناء البلوري يخلينا نعرف نفرق ما بين ايش المعادن. واحده من الصفات اسمها البريق لاستر. خلينا نشوف البريق كيف يظهر أمامنا. في نوعين من البريق، في بريق يسمى البريق الفلزي، وفي نوع من البريق يسمى البريق اللافلزي. الفضة والذهب والنحاس والجالينة لها سطوح لامعة تعكس الضوء، يعني لما يجي الضوء على المعدن يبرق. شايفين؟ لو نلاحظ هنا في ضوء فوق المعدنين هذه، هذا الضوء نسميه البريق. شوفوا الآن لما نحرك، شايفين؟ هذا نسميه البريق. نسميه هذا البريق بريق فلزي. بريق فلزي إنه الضوء يطلع منه لما ينعكس، لما يجي عليه الضوء ينعكس ويعطي بريق، هذا نسميه البريق الفلزي. في معادن تانية لها بريق لا فلزي، زي ايش؟ كالسايد والجبس والكبريت. خلينا نشوفها امامنا. والكوارتز ايضا ما تلمع زي الفلزات. فهذه لها بريق لؤلؤي او بريق باهت او بريق حريري او بريق مطفي ممكن نقول. طيب، في صفحه 21 القساوه او الهاردنس. يعتبر الهاردنس او القساوه من اهم المقياسات واكثرها مصداقية وأكثرها استخدام، وهو قابلية المعدن للخدش. هل المعدن هذا ينخدش بسهولة أو ينخدش بصعوبة؟ إيش الأشياء اللي تخدش هذا المعدن؟ وهي خاصية جدا مهمة للتعرف على المعادن. وضع مقياس سمي مقياس موهس عمله عالم اسمه فريدريك موهس، عالم جيولوجي ألماني. وضع درجات للمعادن من 1 إلى 10، اختبر فيها التلك والجبس والكالسايت والفلورايت وأبيتايت، الفلسبار، الكوارتز، التوباز، الكورندم، الألماس. طيب، خلينا نشوف التجربة عمليا أمامنا. نشغل التجربة أمامنا عمليا ونشوف المعادن وكيف طريقة خدشها. راح نبدأ بالتلك، معدن التلك هو أخف معدن على مقياس موهس. قساوته 1، قساوته 1 معناته أنه ممكن بكل بساطة أن إحنا نخدش ده المعدن، حتى بظفر اليد نستطيع أن إحنا نخدش هذا المعدن. خلينا نشوف هذا التلك عن طريق الأظافر، استطعنا أننا إحنا نعمل خدش في المعدن. قوة ظفر الأصبع تقريبا قدرت ب 2.5. فالجبس ايضا المفروض انه نستطيع ان نخدشه. نعم، لقد استطعنا خدش الجبس. الان على الكالسايت، راح نحاول بالظفر اللي هو 2.5 نخدش الكالسايت. لا نستطيع خدشه لان الظفر 2.5 اضعف من الكالسايت. خلينا نجيب نحاس، عمله نحاس اللي هي 3.5، المفروض ان احنا نقدر نخدش الكالسايت. طيب،
نجيب الفلورايد، الفلورايد قوته 4، نجيب قطعة النحاس اللي هي تقريبا 3.5، حنشوف حنحاول نخدشه، ما نستطيع نخدشه، لم نستطيع ان احنا نخدشه، ولكن هو يستطيع ان يخدش العملة المعدنية. راح نجيب عشان نخدش الفلورايد، راح نجيب شيء اقوى منه شوية، مسمار حديدي. حنجيب مسمار او قطيب حديدي وحنحاول نخدش به الفلورايد. الآن المسمار الحديدي ده قوته 4.5، قدرنا إننا نخدش به الفلورايد. طيب نجيب الأبتايت ونجيب مسمار حديدي أقوى فوق 5 قوته، استطعنا ان نخدش الابيتايت؟ نعم استطعنا ان احنا نعمل خدوش على الابيتايت، قطع حديديه قوتها فوق 5 بشويه، استطعنا بها خدش الابيتايت، قوتها تقريبا 5.5. طيب حنشوف هذه القطع الحديديه الاخرى، هل تستطيع ان نخدش بها الفلدسبار اللي هو قوته 6؟ لا ما قدرنا نخدش الفلدسبار. طيب الفلدسبار الآن بدنا نجربه على الزجاج، هل نشوف هل الفلدسبار يقدر يخدش الزجاج اللي هو 5.5؟ نعم استطاع الفلدسبار أنه يعمل خدوش في الزجاج، شايفين الفلدسبار استطاع أن يعمل خدوش في الزجاج، قوته 5.5 أعلى من قوة الزجاج، 6 معلش أقوى من قوة الزجاج. طيب خلينا نشوف الكوارتز، إيش راح يعمل الكوارتز في الزجاج؟ الكوارتز قوته 7، شوفوا كيف استطاع إنه يخدش الزجاج، ولكن خدش أكبر وأقوى من الخدش السابق. الآن جبنا معدن اللي هو معدن التوباز، وجبنا معه الكوارتز، التوباز قوته 8، الكوارتز 7، فالتوباز يستطيع أنه يخدش إيش؟ الكوارتز. نسوي التجربة، خلينا نشوفها من اتجاه آخر أيضا عشان يوضح موضوع الخدش، خلينا نقرب كده ونشوفها من اتجاه آخر. نعم شوف، خلينا نشوف تم خدشه، ولاحظنا التوباز خدش الكوارتز لأن قوته 8 أعلى من الكوارتز. طيب نشوف الكورندم والتوباز، الكورندم والتوباز، هذا الكورندم يخدش لنا إيش؟ التوباز، شايفين الخدش؟ بالفعل الكورندم استطاع إن هو يخدش التوباز. طيب مين الوحيد اللي يقدر يخدش الكورندم؟ هو الألماس، طبعا الألماس هو أقوى معدن فيهم ويستطيع خدش الجميع. راح نخدش الآن الكورندم عن طريق قطعة ألماس طبيعية وحقيقية. طيب إذا تكلمنا من شوية عن القساوة إن هي أقوى طريقة نستطيع بها التعرف على أهم المعادن. طيب الانفصام أو المكسر كليفيج يحدد البناء البلوري كيف تنكسر المعادن. في معادن لما تنكسر لها مستوى واحد من الكسر، وفي معادن لها أكثر من مستوى. إيش هو الكليفيج أو الانفصام؟ هو مناطق ضعف أو مستويات ضعف في المعدن ينكسر منها هذا المعدن. في بعض المعادن تنفصم وتنكسر من اتجاه، وفي بعضها من أكثر من اتجاه. طيب وخلونا أيضا
نعمل تجربة نشوف بيها الانفصام. الآن حنمسك المعدن ونضربه ونحاول نكسره. خلينا نشوف، يعني عملنا الآن فراكشرات أو فراكشرز مكاسر. شوف بعض المعادن لما تنكسر لها إيش؟ مستويات ضعف تنكسر منها. شايفين كيف؟ في كليفج، مستويات للانفصام. ولكن في الصخر اللي قبله لما انكسرناه انكسر على طول. ففي بعض المعادن لها انفصام على مستوى، وفي بعضها على مستويين وأكثر. صفحة 22 بيتكلم عن انفصام مكعب معدن الهالايت، ينفصل بمستويات ثلاثة مستويات، معناته انه له ثلاثة مستويات تكسير بسبب ضعف التجاذب الذري على طول المستويات. معدن الكوارتز انكسر بدون انتظام بحواف متعرجة بسبب انه في ترابط ذري قوي ومحكم. اذا المعادن اللي تنكسر بحواف خشنة لها ايش؟ مكسر خشن. أيضا من الخواص اللي يتم اختبارها المخدش، يترك المعدن اللي يخدش قطعة البورسلان مسحوق له لون معين. كل معدن له مخدش، مو شرط يكون المخدش لونه نفس لون المعدن. بعض المعادن لا يتشابه لونها مع لون مخدشها. على سبيل المثال الهيماتايت، معدن الهيماتايت له مظهرين مختلفين. الهيماتايت اللي يتكون بسبب التجوية والتعرض للهواء والماء يكون شكله كيف؟ مصدي، بريق وأرضي. بينما الهيماتايت اللي يتكون من الصهارة لون فضي، مظهره فلزي، لكن المخدش يجي من أحمر إلى بني. وطبعا المخدش مو كل المعادن اللي نستخدمها في المخدش، لازم نستخدم المعادن اللي تكون أضعف من قطعة الخزف، لأنه لو استخدمنا معادن أخرى أقوى من الخزف فالخزف ما راح إيش؟ ما راح نخدش من الخزف، طبعا هو اللي راح يخدش الخزف. خلينا نشوف هذه قطعة الخزف جبناها وبدنا نجيب بعض المعادن ونشوف المخدش حقها. خلينا نشوف هذا المعدن حيخدش الخزف، حنخدش من الخزف. نعم انخدش من الخزف. شايفين اللون هذا اللي هو تقريبا لون أسود، على الرغم انه المعدن لونه ذهبي، فاختلف المخدش عن اللون. طيب خلينا نجيب معدن اقوى من الخزف، نشوف هل حنخدش في الخزف يطلع لون؟ لا ما انخدش. ايش اللي سوى؟ خدش لي قطعة الخزف وما طلع لي ايش؟ مخزف على الخزف. اذا مو كل المعادن اللي يطلع لها مخدش على قطعة الخزف يجب أن تكون تلك المعادن أضعف من الخزف، بحيث أني أنا لما أخدشها في الخزف يطلع لون المعدن في الخزف. طيب اللون أيضا من الخصائص المهمة في المعادن، ولكنه من أقل الخصائص نتعرف بها من المعادن. طيب خلينا نتفرج على
بعض ألوان المعادن المختلفة، كثير من الألوان في المعادن، تميز المعادن. ممكن نفرق بين بعض المعادن عن طريق اللون، ولكن اللون ليس لون، يعني مو مضمون علشان نفرق به عن المعادن. فأحيانا بعض المعادن تظهر لنا بألوان مختلفة. ولكن المخدش يميز المعدن أكثر من إيش؟ من اللون. أيضا من الصفات الفيزيائية كثافة المعدن وزنه النوعي. ممكن يكون عندنا معدنين لهم نفس الحجم، ولكن كل واحد فيهم يختلف عن طريق إيش؟ الكثافة. مثلا عندنا عينة من الذهب والبيرايت، ليهم نفس الحجم، لكن كتلة الذهب لازم تكون أعلى من كتلة البيرايت. فكثافة الذهب 19.3 وكثافة البيرايت حوالي 5.2. كيف يتم حساب الكثافة؟ من خلال العلاقة الكثافة تساوي الكتلة على الحجم. إيش رح نعمل إحنا؟ هنسوي التجربة أمامكم، عملية قياس الكثافة الآن. طيب، أول شيء نحط المعدن ونأخذ وزنه أو كتلته. كتلته طلعت عندنا 12، نحط الكتلة. طيب الآن نبغى نشوف حجم المعدن. كيف نشوف حجمه؟ طبعا حنشوف المعدن الآخر أيضا، حناخد الكتلة حقته ونسجلها. طيب نبغى نشوف حجمه، راح نحط ماء 10 لتر تقريبا من الماء، ومن ثم نضيف إليه 10 سنتيمتر معلش الماء، نضيف عليه القطع الصخرية، والآن نقيس مقدار الزيادة. مقدار الزيادة وهو راح يكون الحجم. نرجع مرة ثانية، نحط نفس المقدار من الماء، ومن ثم نضع العينة الأخرى ونقيس فيها مقدار الزيادة. وبعد كده دام عندي الحجم وعندي الكتلة راح أقدر أطلع الكثافة عن طريق المعادلة. يسمى مقياس الكثافة Specific Gravity أو الوزن النوعي. النسيج أيضا يعتبر من الصفات اللي نتعرف بها على المعادن، وخاصة تحت المجهر نعمل ما يسمى thin section، اللي هي عبارة عن شريحة صغيرة، وهذه الشريحة نحطها تحت الميكروسكوب ونجري عليها عمليات التحليل، ومن ثم نتعرف على المعدن. خلينا نشوف بالفيديو كيف يطلع شكل المعدن تحت الميكروسكوب. هذه التجارب التي نجريها في المعامل، ومن ثم نعمل مجموعة من التجارب على هذا المعدن. نعمل عليه مجموعة من التجارب، نقيس فيها اللون، الشكل، أنواع المعادن المتواجدة، وكل معدن له صفات فيزيائية تحت الميكروسكوب. وبعد تسجيل جميع الصفات نتعرف على المعادن المكونة عن طريق النسيج المعدني. صفات خاصة أيضا، هناك بعض المعادن لها صفات
تختلف عن تلك المعادن الأخرى. من أمثلتها المغناطيسية، بعض المعادن زي المغنيزايت، له صفات المغناطيك إنه في قوة مغناطيسية، بعضها لها انكسار مزدوج، بعضها يطلع منها الشكل الفقاعات، بعضها تتفاعل مع الأحماض. فبعض المعادن لها صفات مختلفة وصفات خاصة نتعرف بها على تلك المعادن وتختلف عن المعادن الأخرى.